هم يديني الشركة بحيث ان هم لهم نسبة اعلى في الاسهم ويقدروا ان هم يبقوها ايه لاي عميل تاني طبعا والتشريد العمالة وكده. النهارده بقالنا سنة بالظبط ما بتمش قبض طرف اي مرتب غير الاضراب او الاعتصام. الوزيرة اتفضلت صرفت لنا 6 اشهر من صندوق الطوارئ، وبعد 6 اشهر دولت طبعا على اساس ان الشركة ترجع تعيد نشاطها من جديد وترجع تقف على رجليها بعد 5 6 فترة. الهدف الاول والاخير ان هي تغلق الشركه وتصرف العمال الموجودين في الشركه. والنهارده مع ان طبعا اجل رواتب العمال عامل يمر عليه 20 سنه لغايه 200 جنيه. المنتج اللي داخل الشركه بيخش بسعر ويستعر بسعر ثاني لحساب اداره الشركه. ثاني حاجه بالنسبه ل 6 اشهر الاخرانيين لم يتم صرف اي مرتب شهر غير ما العمال يعملوا اضرابات او اعتصامات. وجات لنا الدكتور هنا العشري ووعد العمال ان هي هتصرف العداله الاجتماعيه وانت تعيد العمال على هو كمان من 17 سنه وانت تعيد العمال من 99، ووعدت ان انا بشكل اعتصام وهتفاوض مع اداره البنك المصرفي المتحد ان هي تشتري الناس حقها. وبالفعل فكان الاعتصام الكلام ده كان من 3 شهور، ومن 3 شهور لحد النهارده لم لحد 19/4 لم يتم جديد في المفاوضة. وطبعا دلوقتي الشركة ما زالت مصممة على التصفية، أوامر تشغيل ترفضها، شغل جاي جديد ترفضه، وضغطها بكل المقاييس على أساس إن هي تصرف العمالة الموجودة في الشركة. جاني يوم 19/4 لقينا العيد المنتدب بالشركة مجدي المغربي بيقول لنا يا جماعة لازم النقابية يحاول الدكتور هاني العاشري تجيب لكم أوفر لأن الشركة النهاردة تتباع. طلعنا على الدكتور هاني العاشري وقلنا له يا دكتور هاني العاشري حضرتك عملت إيه؟ وصلنا من العيد المنتدب إن الشركة بتتباع. ايه الوضع؟ قالت لنا اني كنت في موجوده في المصرف المتحد وقابلت محمد عشمان المدير عام البنك المصرفي المتحد، وبعد كده امر علي الفتر اللي هو مستشار القانون التنفيذي في البنك ورئيس مجلس اداره الشركه ان هو يقابل ايه؟ مستشارة الوزير. وبالفعل قابلني بقول له هتعمل ايه مع العمال مع انهم جايبين لك فاكس ان هم مضروبين يوم 28/4. لا ان شاء الله قبل يوم 25/4 هتكون العمال متصفيه والشركه دي العمال في الشارع وما لهمش حاجه عندي غير شهرين على الاجل التاميني. فهي قالت لا المفروض القانون بيدي شهرين على الاجل الشامل. قلنا لها طب الدكتور انا طب ماشي يعني هو هيقفل الشركه وهيقفل ماشي كان بيوت البيع خلاص. طب وحق العمال فين؟ العيادات الاجتماعيه فين؟ والمنحه اللي حضرتك جيت وعدتنا بيها وفكنا الاعتصام بناء على طلبات سيادتك من هنا. قالت الطلبات دي جمعها مجدي المغربي لو مجدي المغربي ده دلوقتي ملوش قيمه. انا دلوقتي بتكلم على البنك ده جهه عليا ومؤسسه سياديه ماليش ان انا ايه اضغط عليها. طب بالنسبه للتعويضات اللي احنا تعويضات مش معقوله مثلا مرتبنا ضعيف ناخد شهرين على مقابل المرتب وكده. فقالت لنا هو ما فيش تعويض الشركه بتخسر ان انا حضرتك عارف ان عيب خساره الشركه اللي هو الاداره. لو الاداره النهارده بتخسر بقى 17 سنه ليه البنك ما يغيرهاش؟ فدي خطه معموله من البنك على اساس ان هو في الوقت دون يقفل الشركه ويبيعها لاكاديميه الدلتا. ولا من اكاديميه الدلتا بالفعل اشتريت نص المساحه اللي الشركه عليها. مساحه الارض دي كانت تبع الاصلاح الزراعي، والاصلاح الزراعي بيت تصريح بيها ان هي كشركه ملابس بس. في حاله تغيير نشاط الاصلاح الزراعي من حق استيراد الارض. فباع البنك باع نص مساحه الشركه للدلتا، والدلتا بنت عليها اكاديميه الدلتا لحد النهارده ما سجلتش علشان ما تقدرش تسجل ايه؟ الاكاديميه.